الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا بقية الشهداء. السلام عليكم يا من وقفتم بوجه البعث وبوجه الظلم. السلام عليكم يا ما تحملتم عذابات الظالمين، والحمد لله بعذاباتكم وبدماء الشهداء وأنات الأمهات فرج الله عن هذه الأمة وسقط الصنم، وكانت قضية لبناء البلد والوقوف بوجه الظلم. كلنا ينتظر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه لإقامة دولة العدل، وما قمتم به هو التهيئة لإقامة هذه الدولة. فالهدف لإقامة دولة العدل مستمر إلى ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. في البداية لابد أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخوة الذين